مسابقة الشهداء الرمضانية للعام 1436 للهجرة، الحلقة الثامنة. ولد الشهيد في العام 1951 بمنطقة الفوراوية بشمالي دارفور. تخرج في الكلية الحربية عام 1986، متزوج وله 6 من البنين والبنات، حافظ لكتاب الله، أول قائد لكتيبة الدبابين الأولى. عرف عنه الزهد والورع والعمل الدعوي وسط أفراد القوات المسلحة، كما عرف عنه عدم الانشغال بالدنيا. قال قبيل ملحمة الميل 40 لأفراد قوته: إما دخلت بكم التاريخ من أوسع أبوابه أو الجنة بالجملة. السؤال: ألف، أذكر اسم الشهيد كاملا. ب، أذكر تاريخ ومكان الاستشهاد. مسابقة الشهداء الرمضانية برعاية منظمة الشهيد الاتحادية، الصالة الذهبية، منتزه المجرن العائلي، شركة أمروس للاستثمار المحدودة، المجرن العقارية، شركة التقطير الوطنية. رصدت جوائز قيمة للفائزين: الجائزة الأولى تكلفة حج إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثانية تكلفة عمرة إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثالثة ثلاجة 14 قدم، الجائزة الرابعة ثلاجة 12 قدم، الجائزة الخامسة شاشة LED 42 بوصة، الجائزة السادسة شاشة LED 32 بوصة، الجائزة السابعة جهاز لابتوب، الجائزة الثامنة موبايل نوت 4، الجائزة التاسعة غسالة 8 كيلو، الجائزة العاشرة فرن كهربائي. الجوائز من 11 إلى 15 جهاز كمبيوتر. تسلم الإجابات مجتمعة إلى مقر قناة وإذاعة طيبة بعد عيد الفطر المبارك. مسابقة الشهداء الرمضانية للعام 1436 للهجرة.